سلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل. نعود اليوم لملف غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه بسبب علاجه المستمر في فرنسا، ويبقى التساؤل مطروحا: إلى متى هذا الغياب وماذا بعد هذا الغياب؟ مشاهدينا، أفكار وطروحات وسيناريوهات مطروحة اليوم في الساحة السياسية، تتداولها وسائل الإعلام وتغذيها أيضا بعض الأحزاب عبر لقاءاتها المستمرة في ظل انشغال المواطنين بأمورهم الخاصة بعيدا عن هذا الهم السياسي، فحالهم يغنينا عن سؤالهم. مشاهدينا، ماذا يطبخ للجزائر للدخول لمرحلة ما بعد بوتفليقة؟ فدوام الحال من المحال، وهل هناك أسماء قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الخانقة؟ وقبل هذا وذاك، هل حان موعد إعادة الاعتبار للشرعية الشعبية بعيدا عن الشرعية الثورية أو ما يسمى مرشح الإجماع أو العلبة السوداء؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على بعض رؤساء أحزاب ومحللين وسياسيين، ولكن بعد فاصل قصير. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ النقاش مع ضيفنا من أمريكا، الدكتور أنور نصر الدين هدام، رئيس حركة الحرية والعدالة. بعد الترحيب بك دكتور أنور، بماذا تفسر هذا التضارب في التصريحات؟ غالبية الجزائريين استبشرت خيرا لما دخل الرئيس فترة نقاهة وقالوا أيام معدودات تفصلنا عن عودته للجزائر، ولكن المدة طالت، نحن اليوم في اليوم الخامس أو السادس والثلاثين من غياب رئيس الجمهورية عن منصبه. بماذا تفسر هذا التضارب، هذا الاحتقان على مستوى رئاسة الجمهورية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. شكرا أستاذ عثمان على هذه الضيافة. في الحقيقة التضارب هذا زاد يكشف أكثر عن مرض هذا النظام، وأن النظام هذا لم يعد له يعني أي مسببات للبقاء، يعني سوى ضعف المعارضة وعدم التفكير في البديل بكل جدية. لأن التضارب هذا ما هم يعني، لأنهم لم يصدقوا هذا الشعب حتى في السياسات التي نهجوها منذ 62 وخاصة منذ 92، يعني بحيث فشلوا في بناء دولة أول نوفمبر ودائما يكذبوا على الشعب وكذا، حتى في كيفاش يعني بيتكفلوا بمرض بشر، إنسان بشر، رئيس بشر مهما كان، حتى أصبح الإنسان يشك حقيقة، هل في الحقيقة، وأنا ربما قد أصدم بعض المشاهدين، هل حقيقة النظام الرئيس مريض أم أنه هرب من البلد لأنه لم يعد يطيق بما كان يسميه في بداية عهدته الأولى التوازنات هذه التي موجودة، ولكنه مع الأسف الشديد نسى بأنه كان وعد الشعب مثلا أنه إذا لم يستطع أنه يمشي وفق السياسات اللي وعد عليها الشعب سوف ينسحب، لكنه لا، جاءت العهدة الأولى، العهدة الثانية، والعهدة الثالثة، وراهم يفكروا في العهدة الرابعة يعني. فإذا هذا يدل على هذا الستن، ويعني الشعب تعود على هذا النظام لا يصدق معه يعني كذا، مع الأسف الشديد يعني. بخلاصة أن مرض الرئيس بين أن النظام هذا مرض، يعني ما يعني كشف مرض النظام هذا يعني. ولكن دكتور أنور، الإشكال الوحيد هو أن هذه التصريحات المغتضبة وراءها أناس عديدون، سواء على المستوى القمة أو على مستوى الحكومة في الجهاز التنفيذي، هم سمعوا فقط ولكنهم لم يروا، وأنت تعرف ليس الذي سمع كالذي رأى، فمعظم الذين أدلوا بتصريحات مغتضبة عن رئاسة الجمهور، عن رئيس الجمهورية وهو هناك يعالج، لم يروه رأي العين، هم فقط سمعوا كلاما، سمعوا تصريحات ورددوها وبشروا بها الشعب بأنه لا بأس وبخير. ايوه، وهذه المصيبه، كل هؤلاء الـ يعني الـ كما قلت يعني حسب ما جاءنا من معلومات وكذا، نحن ليس لدينا، لان الوضع ان هو في بلد يعني كذلك بلد نظام بوليسي، فرنسا لا ننسى هي ديمقراطيه مزيفه في فرنسا، هو نظام بوليسي حقيقه، والإعلام في فرنسا ليس حر تماما، يعني ربما أحسن من بلدنا ولكن ليس حر،
ولذلك صح يعني حقيقة كل هذه التصريحات وكذا من طرف أناس يعني بالتأكيد لم يروه أبدا يعني، وأين كرامتهم وأين يعني أكيد جهات معينة فرضت عليهم أو أعطتهم باش يعني يقوموا بتصريحات معينة، ووصفهم صحيح وجههم صحيح. بعدين يخرج وكأنه الشيء لما بيظهر فيما بعد بأن كل هذا كانت تصريحات كاذبة، ما عندهم حياء، ما عندهم حياء، ما عندهم رجولة، ما عندهم كرامة يعني. ما ندري هذا الكرسي تاع الحكم هذا يعني حقيقة سر يعني، كل من صعد إليه وأصبح بارتي تاع لا كولون فيرتيبرال نتاعهم يعني كما يقولوا عندنا يعني، يعني فيعني غريب غريب جدا هذا الأمر هذا، حتى يصبح رئيس الدولة هذيك الرئيس الفرنسي هو اللي يطمئن الجزائر ويقول بأنه راهو في مرحلة يعني كذا وكذا إلى آخره. فهذا يبين مرة أخرى بأن هذا النظام الذي لم يصدق مع الشعب منذ البداية، أربي راه يزيد يكشفوه يعني، حتى راه انه هم يكشف يقولون عداله. دكتور انور يقولون ايضا انه نعم الوحيد اللي شاف رئيس الجمهوريه عبد هو العزيز الطبيب بوتفليقه بتاعه. نعم هو بوغربال، البروفيسور بوغربال في ايامه الاولى، ربما في اليوم نعم 27 او 28 ثم اختفى، لم نرى له اثرا، هذا الوحيد اللي شافه. نعم ثم نعم بعد ذلك طلع علينا جهاز طبي يقول انه هذا فريق جزائري من الاطباء ذهبوا الى هناك وحرصوا على صحه الرئيس وما الى ذلك، لكن هناك من كذب هذا الخبر وقال لا، الفرنسيون هم الذين يتحملون مسؤولية الملف الصحي للرئيس وليس هنالك أي طبيب جزائري هناك. نعم من المعروف أنه حتى يقدروا يمارسوا في أرض أجنبي لازم تكون عندهم رخصة من البلد المضيف يعني. المهم هذا كذلك يعني، أنا صراحة لا أعرف الطبيب نتاعه الخاص هذا، ولكن يبدو أنه على الأقل استحى يعني يعرف الحقيقة أكيد، لأنه تقريبا الوحيد المؤكد الذي زار الرئيس وهو مطلع على الحقيقة الصحية، هل هو مريض أم غير مريض، هو ما مدى مرضه إلى آخره، هو هذا الطبيب هذا الذي ذكرته. وهما هكذا لأنه ربما لم يريد أنه يدخل في اللعبات نتاعهم انت من يدير هذه السيناريو هذا، فعزلوه صح يعني. ما ولكن مع الاسف الشديد نحن ينبغي ان شعبنا يعني لابد ان الشعب يعني يعبر شويه عن استيائه لهذا التعامل الذي يتلقاه من قبل هذه السلطه، من قبل هذه القياده الحاكمه في البلد ومن كل الأطراف يعني. لا ننزه نحن الرئيس بوتفليقة لأنه وعد الشعب وخلف وما لم وخلف الوعد نتاعو كذا، ولكن يعني ربما في هذا الوضع كذلك في خير كبير، لعله هذا مؤشر لبداية نهاية هذا النظام هذا الذي نريده بإذن الله تعالى بأقل تكلفة ممكنة إن شاء الله. طيب دكتور أنور، دعنا الآن ندخل إلى سؤال الساعة، السؤال المرحلة الآن. الجميع بمن فيهم أبناء الشعب الجزائري وكذلك من هم في الحكم ينظرون إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة، كيف ترى هذه المرحلة؟ عن ما هو رأيك حول ما يدور في الساحة السياسية من أفكار وطروحات حول هذه المرحلة، مرحلة ما بعد بوتفليقة، خاصة وأن الرئيس الجميع يشهد بأنه صار في مرحلة ما لا ليس بإمكانه إتمام مشوار رئاسته أو البقاء في المنصب؟ والله هنالك ربما فيه ثلاث حالات أو ثلاث مجموعات من الناس، يمكن أننا نصنفهم على ثلاث مجموعات. نعم. المجموعة الأولى بطبيعة الحال التي تريد إبقاء المحال على حاله، وترى فيها في ما في طريقة صنع القرار في بلدنا وفي النظام السياسي القائم منفعة لها ولأقاربها ولاتجاهاتها ولاتجاهها، فهي ربما تسعى لإبقاء الأمر على حاله. فيه مجموعة أخرى، فيه مجموعة أخرى التي حتى هي ربما متعظة بهذا الوضع، ولكن ترى يمكن أننا نصلح هذا الأمر من داخل النظام، وهؤلاء المجموعة هم الذين يريدون من اليوم الترشح إلى الرئاسيات
لعله يأتوا بإصلاح وكذا دون أن يوضحوا وبدون أن تكون لهم يعني في حقيقة الأمر يعني تلك مش الشروط الملائمة لإحداث إصلاح يعني عميق. لما هو أحسن. وبصريحة الأمر وهؤلاء مع أننا لا نشك في نواياهم وإنما نحن ننتظر منهم توضيح أكثر ونحن في تواصل مع بعضهم لمحاولة أن نفهم عنهم أكثر، لأنه من يريد إبقاء النظام على حاله ومن يساهم في إبقاء النظام على حاله يرتكب جريمة نكراء، جريمة كبرى في حق هذا الشعب وفي حق التاريخ، لأنهم 20 سنة بعد الانقلاب على خيار الشعب وهم يدعون أنهم يريدون وأنهم أرادوا أنهم يعني شاركوا مع الانقلابيين وكذا من أجل الحفاظ على الدولة، وهم يرون ماذا حدث بالدولة بحيث تمت فيه إباحة، يعني لو في مجال دقيقة ودقيقتين يعني حتى واحد يعني يفرغ واش عنده أخوي عثمان إلا كان ما فيش مانع، لأنه حقيقة في كل الميادين حتى اليوم نسمع بما حدث في البكالوريا في المادة نتاع الفلسفة عندما طلبة ما قبلوش الموضوع نتاع الفلسفة، انقلبوا وانتفضوا وأرادوا إما أن يلغوا الامتحان أو يسمح لهم تعطى لهم الرخصة للغش. نعم شوف أين الدركة التي وصلنا إليها تحت هذا النظام، لأن الدول بدون تعليم بدون منظومة تعليمية ليست بدول، نعم دول سأعود ما إليك دكتور أدناها أنور، سأعود فشل إليك إلى يا دكتور آخره. أنور فإذا مشاهدينا هذه الكرام، المجموعة ينضم التي إلينا نعم الآن الأستاذ علي ذراع المستشار الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ علي ذراع، لا أريد أن أعود إلى ملف عبد العزيز بوتفليقة الصحي، أخذ الكثير من النقاش والتحليل. ماذا عن مرحلة ما بعد بوتفليقة؟ وأنت تعرف أن رؤساء الجزائر منذ سنة 58 900 و1000 إلى غاية 1999 رؤساء الجزائر يصنعونهم، هناك من يسمون بصانعي القرار، هؤلاء هم الذين يصنعون رئيس الجزائر بداية من هذه الفترة التاريخية إلى عام 1999. في رأيك أنت كيف تقرأ المرحلة المقبلة؟ هل ستعود الجزائر إلى مرحلة الشرعية الشعبية الأصيلة أم ستبقى دار لقمان على حالها؟ شكرا أخ عثمان، بارك الله فيك على الدعوة. أنا كل عادة كعادتي يعني في اتصال معكم ومع غيركم من القنوات الموجودة اللي تتصل بي، دائما نحاول نكون نوعا ما نحلل الظواهر الموجودة. أنا في رأيي الموضوع يتطلب تحليل للماضي. نعم. الماضي كل ما هو موجود يعني من انطلاقا مثل ما تفضلت من 56 وإحنا نحلله في الظواهر تاع النظام إلى اليوم. تحليل الماضي يتطلب ليس من شخص وحده يعني بيحلل الماضي، لازم نحلوا الماضي ونعرفوا ما هي الانعكاسات اللي وقعت على النظام. كذلك لابد ان نوقف وقفه في الحاضر في اليوم، يعني واش واقع اليوم، وننظر الى المستقبل. انا اعتقد النظام الحالي الان مطلوب منه انه يفهم باللي العالم كله راه يتغير وبطريقه سريعه. الناس اللي يحبوا بلادهم ويغيروا عندهم الغيره عن بلادهم راهم يقولوا لازم نروحوا بسرعه الى تغيير طبيعه النظام وليس طبيعه الاشخاص. فيه ناس يريدوا يبقوا في السلطه بالقوه، استعمال القوه، وفيه ناس حابين يوصلوها بالقوه، وهذه المشكله الخطيره في الجزائر اللي خلقت منها ما يسمى بالازمه، ازمه الجزائر الخطيره. انا شخصيا أدعو كل من يريد أن يترشح أو كل من يريد أن يغير طبيعة النظام أن يوضع أمامه عناصر تحليل لكيفية مرينا بالسنوات التي في النظام في الماضية. نعم. النظام الحالي مبني على أساس الاختيار الشخصي أو اختيار مجموعة للمسير. المسير ليس فقط هو الرئيس، المسير ليس فقط هو رئيس الحكومة أو الوزير، المسير ليس فقط
الوالي او رئيس البلد، المسير، كل هذه المنظومه ككل في بعضها البعض. فاختيار من طرف مجموعه او من طرف شخص سيؤدي حتما بالجزائر الى اصطدامات جديده ومن نوع جديد. المطلوب منا حاليا في الوقت الحالي اننا نبحث على اسلوب جديد لكيفيه تغيير طبيعه النظام، ولكن بطرق سلميه، بطرق هادئه، بعيدا كل البعد على المزدحمات، بعيد كل البعد على النبش في القبور. كل الناس معنيه بالمشاكل الماضي، كل الناس معنيه بمشاكل الماضي. من كان له مسؤوليه ومن حاول يشارك في المسؤوليه من مثقفين ومن مسؤولين صحفيين ويعني فنانين وغيرهم، كلهم عندنا مسؤوليه فيما واقع في البلاد. الأزمة متعددة الجوانب. أخ عثمان، أزمة خطيرة وخطيرة وخطيرة. أزمة الهوية منذ الاستقلال، ما زلنا لحد الآن لم نفصل في هوية الجزائر، بالرغم أن الشعب فصل مشكلة الهوية، لكن ما يسمى بالأحزاب وما يسمى بالتيارات السياسية وما يسمى بزعامة سياسية، هذه تشعل في كل مرة نحاول نتقدم للأمام وتشعل نار الفتنة أمام المواطنين وأمام الناس وأمام الدولة وأمام المجتمع كله يشتعل إذا حاولنا نتقدم إلى الأمام في مشكل الهوية. وهذه توقع لما تتدخل الدولة المستعمرة سابقا وتفرض فروضها على كيفية إصدار قانون وتعطيل قانون والمسيرة إلى الأمام عن طريق قوانين أخرى. طيب أستاذ علي، ماذا عن هذه الإشاعات التي تروج خاصة من قبل وهي صادرة عن جهات أنت تعرفها بالضبط، تقول بأنه ليس هنالك في الجزائر الآن مرشح إجماع مثل ما كان عليه عام 99 900 و1000، وبالتالي فغياب بوتفليقة له تأثير كبير على الساحة السياسية. هم يريدون القول بأن المرحلة المقبلة مرحلة خطيرة جدا طالما ليس هنالك من يشغل المنصب الشاغر الذي سيتركه بوتفليقة، وليس هنالك رجل إجماع مثل بوتفليقة، هكذا يقولون. كيف ترى هذه المسألة؟ هل يعني بصحيح هذا ماذا يقول ما يقولونه؟ هو الأخ عثمان لو كان نتبع المراحل نتاع تعيين الرؤساء، ما نقولش انتخاب الرؤساء، تعيين الرؤساء من الاستقلال للآن، في كل ما يروح رئيس ويجي رئيس إلا يوصفون المرحلة هذيك بالمرحلة الخطيرة. وهذه طبيعة النظام. أنا نقول المرحلة هذه مرحلة راح تكون خطيرة إذا كان بقينا على نفس النظام. إذا كان ما حاولناش أننا نتقدم ونستعمل طرق أخرى في كيفية انتخاب رئيس جديد يختاره الشعب وينتخبه الشعب، وتصبح الآن من خلاله تتغير طبيعة النظام الحالي، تصبح دولة القانون ودولة المؤسسات. إذا كان ما مشيناش الطريق هذا، أنا نقول لهم صح خطيرة الأمور، أما إذا كان اخترنا الطريق الآخر وهو طريق الشفافية وبناء الديمقراطية الحقيقية والابتعاد، كل ابتعاد على استعمال المزايدات في تحضير رئيس معين، انا اقول هذه الامور راح تفتح الباب للجزائر وللجزائريين اننا نعيش كاخوه ونعيش كجزائريين متضامنين ونقضي وننسى حتى الماضي، نخليه فقط للمؤرخين. المؤرخين هما اللي راحين يأرخوا هذه المراحل اللي مرينا بها ويقولوا فلان عنده الحق وفلان ما عندوش الحق، او التيار الفلاني دون التيار الفلاني. فإذا كان ما عرفناش نحسبه حسابات دقيقة ما هو الخطر اللي يمكن به تضرب الجزائر، وما عرفناش باللي إذا ما فتحناش باب الحوار وباب الديمقراطية وباب الحريات راهي الجزائر مستهدفة، وما يكذبوش علينا، بقات فقط كوريا الشمالية الدولة الوحيدة المعنية بهذا النظام. كل الأنظمة في العالم الآن راهي تتحول وتتحول بسرعة إلى النظام الديمقراطي اللي ماهوش يعني غايب على الأذهان تاع المسؤولين. طيب أستاذ علي، سأعود إليك، ابقى معنا، سأعود إليك بعد لحظات. أعود إليك دكتور أنور، ما هي السيناريوهات التي تراها ممكن حدوثها في المستقبل؟ يعني بعد غياب عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة، مرحلة ما بعد بوتفليقة، كيف ترى هذه السيناريوهات التي تنتظرها الجزائر حسب قراءتك لها؟ نعم، كما كنت نقول لك، يعني كما أشرت إلى المجموعتين هذه اللي هي تعتبر سيناريوين، وهي الجهة التي تريد إبقاء المحال هذا على حاله ومنتفعة منه، والجهة التي تظن بأنها يمكنها أن تصلح
من داخل هذا، ونحن نشك بصراحة في إمكانيتها القيام بهذا، ولكن لازلنا نستمع إليها. ولو أما الجهة الثالثة والسيناريو الثالث الذي لا مفر منه في الحقيقة الأمر وآن الأوان وهو الذي نحن نسعى من أجله، وهو السعي من أجل إيجاد صراحة يعني الإرادة السياسية وطنية من أجل التغيير الحقيقي، التغيير الحقيقي، التغيير الفعلي التوافقي الشامل، وبالتدرج للنظام السياسي ولطريقة صنع القرار فيه. وهذا حتى نسترجع السيادة للشعب، وبيت القصيد هنا كيف يمكننا الوصول إلى هذا؟ وحسب تجربتنا المتواضعة، حسب طيلة هذه العقود التي مرت، نرى بأنه لا بد من الذهاب إلى الدخول البيوت من أبوابها كما نقول. نعم. ولو الباب مقفل وباب أسود إلى آخره، الصندوق الأسود وكذا، نحن نرى بأن السعي هذا من أجل التغيير الحقيقي، يعني إيجاد المناخ المناسب. نعم. لإحداث هذا التغيير الحقيقي يتطلب حوار مباشر وعميق بين القوى الوطنية المحبة للتغيير والقيادة الفعلية في البلد. طيب سأعود لك دكتور، سأعود لك دكتور أنور. أستاذ علي ذراع، ماذا عن الدور الفرنسي في هذا الوقت بالذات؟ أنت تعرف أن فرنسا لديها مصالح، وأي مصالح في الجزائر، وهي حريصة شديد الحرص على هذه المكتسبات التي حققتها في الجزائر على مر هذه العصور منذ استرجاع الاستقلال في الجزائر، وفرنسا تحرص بحرص كبير على عدم ضياع هذه الكنوز، هذه المصالح منها. كيف ترى الدور الفرنسي في المرحلة المقبلة التي ستعرفها الجزائر بعد فترة عبد العزيز بوتفليقة؟ بارك الله فيك أخ عثمان، أنا شرحتها مليح. الدور الفرنسي هو دور المصالح، المصالح الفرنسية فرنسا لابد أن تحافظ عليها وبكل كل الوسائل. المصالح الفرنسية مش ممكن أننا تتنازل عليها فرنسا وهكذا يعني تسمح للمصالحات تضرب عرض الحائط. فرنسا استراتيجيا هي المسؤولة على الجزائر وكل الدول التي استعمرتها، هذا معروف عند الجميع. فرنسا لها مصالح كبيرة ولها مصالح مشتركة مع دول أخرى غربية في الجزائر. فرنسا عندها استراتيجية أن المؤسسات الفرنسية هي اللي تبحث في الوسائل والطرق لكيفية الحفاظ على مصالحها في الجزائر، وليس الشخص. مهما تغير الرئيس في فرنسا، ليس هولندا وليس ساركوزي هم اللي يبحثون على كيفية فيه مكاتب دراسات تجند، وفيه مؤسسات تجند، وفيه يعني وزارات تشتغل، وفيه مخابر ومخابرات تشتغل إلى آخره، للحفاظ على أبسط مصلحة من مصالح فرنسا بها تبقى مستمرة وتتطور في الجزائر. إذن فرنسا ليس اليوم فقط، اليوم الجديد اليوم غياب الرئيس وتواجده في فرنسا يجعل من المحللين يقولون بأن فرنسا الآن معنية بالتغيير في الجزائر، ولكن أنا أقول أن فرنسا دائما وأبدا بالبحث عن مصالحها في الجزائر، دائما وأبدا استعملت وتستعمل كل الأوراق الضغط على النظام الجزائري، لأن النظام الجزائري لو كان متمسكا بشعبه وكان منتخبا بطريقة شعبية وكان يعني فيه الآن انتهت ما يسمى بالشرعية التورية وفيه شرعية شعبية، ما كانت فرنسا تضغط هذا الضغط، لكن تبقى تضغط بوسائلها وبإمكانياتها. الآن هي مجندة الإمكانيات الجزائرية للضغط على الجزائر. طيب أستاذ علي ذراع، ما رأيك فيما اقترحه الدكتور أنور نصر الدين هدام لما قال قبل الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وقبل الحديث عن الانتقال لهذه المرحلة التي تعرفها الجزائر قريبا ربما قبل حتى 14900 ألف، ما رأيك فيما اقترحه حول تنقيط الأجواء، حديث الصراحة، فتح أبواب الحوار، ولكن الحوار المسموع، الحوار المقروء بين السلطات وبين من يدور في الساحة السياسية كلها، ما رأيك في هذا الاقتراح؟ أنا مع كل أنواع الاقتراح اللي تمس بالحوار الوطني، أنا موافق على الاقتراح
اقتراح للحوار الوطني، ولكن حوار المجتمع وليس حوار النخب. نعم. النخب في رأيي واعتقادي أن النخب دائما كانت وأبدا تبحث على تموقع من أجل السلطة. النخب في الجزائر تبحث في كل ما تأتي انتخابات إلا تتموقع مع حزب ضد حزب آخر، وهذه ليست نخب، ليست نخب لتبحث عن الحوار. الحوار لابد أن نمشي مع المجتمع، لأن المجتمع مغيب تماما فيما يخص الحوار. الحوار ليس بيني وبين سين وصاد، الحوار ليس بين حزب عين ويا، الحوار هو بين المجتمع ونظام الحكم. نظام الحكم لابد أن يستمع إلى المجتمع ككل، من 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 تلمسان إلى تبسة ومن الجزائر إلى تمراس، يجتمع إلينا ويبعدوا علينا هذه المزايدات تاع الجهوية، ويبعدوا لنا المزايدات نتاع يهددونا في كل مرة باللي الجزائر ستضرب، يبعدوا علينا هذا ويفتحوا لنا باب النقاش. ما يجمع هذاك الشاب هذاك من تلمسان والشاب من تبسة؟ واش يجمع بينهم؟ ما هي العوامل اللي تقدر تجمع بيننا؟ وعدم استعمال في بعض الأحيان، أنا نقول إذا كان يكون الحوار بين أفراد المجتمع، عدم استعمال بعض الرموز الوطنية. الرموز الوطنية نستعملها فقط إذا كان بين واحد بها الجزائر. الرموز الوطنية مثل الإسلام والعربية والعروبة، مثل الوحدة الوطنية، هذه الرموز موجودة لو واحد يمس فيها الجزائر. أنا نقول إذا كان بين نتحاور مع بعضنا البعض، يعني المجتمع هذا يتحاور بين بعضه البعض، لابد من المثقفين ان يشاركوا في الحوار، ولكن بعدم حزبيه. لا ينخرط اي فينا واحد يحط الحزب الواحد تاعه الوحيد هو الجزائر، وكيفيه اخراج نعم الجزائر. نعم، وهو كذلك استاذ علي ذراع، الحزب الوحيد مثل ما كنت تقول هو الجزائر للجميع. شكرا جزيلا لك استاذ علي ذراع، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار الاعلامي، كنت معنا من الجزائر. مشاهدينا الكرام، سنذهب الان الى فاصل قصير ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، نحن على الهواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي. نتحدث اليوم عن مرحلة ما بعد بوتفليقة، ما هي السيناريوهات المطروحة في الساحة، ما هي هذه الأفكار، ومن هؤلاء الذين يتولون هذه الأفكار وهذه الطروحات الموجودة في الساحة السياسية في الجزائر. أجدد الترحيب بالدكتور أنور هدام. هناك من يسأل دكتور أنور عن أنكم دائما تستعملون المرحلة التسعينية، بعبارة أخرى دائما تتحدثون عما حدث في التسعينات، ولا بد للعودة إلى تلك الفترة من حيث الشرعية الشعبية وما إلى ذلك. هل هناك إمكانية من الخروج من هذا الأسر، أسر التسعينات؟ هناك الكثير يقول بأن الإخوة الذين فازوا في تلك المرحلة دائما يضربون المثال بتلك الفترة، ولكن الجزائريين الآن، الجيل الآن الذي يعيش، لم يحضر تلك الفترة، فترة التسعينات، ولا بد من الابتعاد عنها، هكذا ينظرون إليها بهذا المنظار. كيف ترد على هؤلاء؟ طيب، هو الرد بصح لو تعطيني فيما بعد فرصة حتى أكمل السيناريو المقترح في دقيقة. إذن أولا نرد على سؤالك هذا. في حقيقة الأمر يعني نحن لسنا حبيس هذه المرحلة، الذين انقلبوا علينا هم لا يزالون حبيس هذه المرحلة، هم لا يزالون يتخوفون من حق من إطلاق سراح هذا الشعب حتى يختار فيما من يشاء ومن يراهم أكفأ لحماية مصالحه الاستراتيجية. نحن بالعكس، نحن ننظر نحو المستقبل ولكن لا ننسى الماضي، لأنه وهذا الشباب لابد أن يعلم ذلك، إن شباب 54 الذين فجروا الثورة التحريرية لو نسوا ما حدث عند احتلال الجزائر من قبل الاستعمار الصليبي الفرنسي، ما كانوا ليقوموا ليفوروا على الاستعمار. إذن في هنالك كما يقال ما ضاع حق من ورائه طالب. القضية هنا ليست قضية حزب معين أو منتخبين معين، بقدر ما هي قضية شعب أكمل صدر حقه في الاختيار. هذا هو الأمر الأساسي الذي ينبغي على شبابنا اليوم يفهموه. ما تنسوا يا شباب، إذا كانوا قاعدين يلعبوكم البكالوريا نتاعكم، يلعبوكم بالمستقبل نتاعكم، بالتعليم نتاعكم، يلعبوكم حتى بحياتكم. شوف سلال واش ماذا ذكر
في هذه الأيام في قضية يعني فتح السيبر كافي وفتح مقاهي الإنترنت. مكان تاع الشباب وكذا حتى المنتصف الليل وكذا، وهو ماهوش حبا، هو إن شاء الله هم الشباب يتفطنوا ويستعملوا هذه الوسائل لي حتى يتفرجوا على العالم وحتى يعرفوا العالم وين موجود وهؤلاء فين ما فين موجودين. ولكن يعني نحن لسنا حبيس الماضي ابدا ابدا، نحن ولكن لا ننسى الماضي حتى لا ننسى جذورنا، لا ننسى بان هذا وبالمناسبه حتى بالنسبه لازمه الهويه، هي ازمه الهويه عند بعض النخب المستلبه حضاريا، اما بالنسبه للشعب الجزائري فقد يعني حسم هذا الموضوع وقبل نداء اول نوفمبر، لانه في البند الاول حسم مساله الهويه. فاذا نحن لا ننسى، نحن لسنا حبيس الماضي ولكن لا ننسى، ونحن نطالع نحو المستقبل، وهذا الذي نريد، وهذا الذي كنت اريد ان لو سمحت بالنسبه لهذه النقطه حساسه، لان القضيه ليست نخب مع نخب تلتقي في حوار، هذا الحوار العميق بين القوى الوطنيه والقياده الفعليه في البلد. اولا على القياده الفعليه في البلد بدأ ان تعترف بانها هي القياده الفعليه في البلد، أنه لا يمكن أن بلد تدار بدون رئيس أو بدون قيادة فعلية، فعلى القيادة هذه لابد أن تفهم. وكذلك نترك للمجتمع أنه يعرف بأن هنالك قيادات وطنية حقيقية، هنالك قوى وطنية حقيقية لم تساهم في جريمة مصادرة حقه في الانتخاب. وهذا لماذا هذا الحوار؟ من أجل تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية لثلاث أمور، وانتهي بهذا في النقطة هذه إذا كان سمحت. النقطة يعني بسرعة سيدي تيتر فقط، يعني النقطة الأولى وهو بعث الثقة من جديد بين جميع التيارات داخل المجتمع الجزائري، هذا مهم جدا. طيب لا يمكن أننا نقوم بهذا بدون هذا. وكذلك وثانيا فتح محاولة، وثانيا جعل المؤسسة العسكرية والمخابراتية تنحاز إلى الشعب وتعتبر الشعب هو عامل الاستقرار، ليس هؤلاء الجهات التي أقحمتها في حرب ضد الشعب. وأخيرا وليس آخرا فتح المجال السياسي بدون خوف لجميع التيارات داخل المجتمع. هذا هو المستقبل. دكتور أنور. مشاهدينا الكرام، من ضمن الآن حملاوي عكوشي القيادي في حركة الإصلاح. بعد الترحيب بك أستاذ حملاوي، حركة الإصلاح جزء لا يتجزأ من الأحزاب التي اجتمعت أخيرا ربما لتقييم الوضع لدراسة مرحلة ما بعد بوتفليقة، هل من جواب حول ما خرجتم به من مبادرات، من قرارات، من أفكار جديدة تثرون بها الساحة السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخ عثمان ولضيوفك. شكرا يا أخي. احنا في الحقيقة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا شيئا فشيئا مرض الرئيس بوتفليقة يتحول إلى مشكلة تثير الأعصاب. نعم، لا يريد أن يذهب بسلام من الحكم. كلنا يعرف بوتفليقة كان في بداية حكمه جزءا ربما من حل معضلة البلاد المعروفة في ذلك الوقت، لكن سرعان ما أصبح جزءا من المشكلة أو المعضلة السياسية في البلاد. بل تعفن الوضع في عادي بسبب تركيبته النفسية التي ترفض الثقة في أحد، ولذلك رأينا السلطة تراكمت في يده دون أن يفوض أحدا. ومن السخف بطبيعة الحال الحديث عن الشعب وعن الدستور وعن القوانين، وهكذا عشف الفساد في عادي وتراكمت نفسه دون حل. والآن في مرض هذا تعيش البلاد حالة انتظار تضعها في الرف حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا. الحقيقة نقول باللي وإحنا ذاهبين للتغيير، لا في الأفق إشراك الشعب، بل هناك يعني أناس يطمحون إلى السلطة بعده، ليس أكثر من أنهم ينتظرون هواتف قال أنت هل تقبل هذه الشروط أم لا، ومن ثم يحدث ما يحدث في المستقبل، لأن الأمور أصبحت قاب قوسين يا أودنا. يعني إشراك الشعب وكذا، لو كان الأمر كذلك من طرف النافذين في السلطة كانوا يفكروا في الأمر ذلك أن الرئيس في حكم المنتهي. لا أعتقد أنه يريد بعدما غضب الشعب ربما غضب من حوله من السلطة أنه يرجع للحكم.
على كل حال نقول هناك جهات عديدة متسببة في بؤس الجزائر وشعبها. الرئيس نفسه إن كان يرى ويسمع ما يحدث ولا يقترب البلاد، هذا لا يخدمه ولا يخدم تاريخه ولا يخدمنا نحن في شيء. عائلته أيضا إذا كان الرئيس فاقد للوعي فليس من حقها أن تحتكم مرضه الذي يضر بالبلاد بتسير العادي للبلاد. فحتى الآن وإذا كان الشعب انتخبه فهو أولى بمصيره من أسرته وأسرته لا معنى لها بالنسبة للوضع في البلاد، وخاصة وهو ما زال الرئيس في البلاد. صناع الرؤساء في البلاد أيضا عليهم أن لا يمعنوا في التطاول على الشعب ويحرمونه كما نعرف منذ 50 سنة في سير البلاد. عليهم أن يعرفوا أن زمن اللعب تحت الطاولة لم يعد مقبولا ولا يخدمهم، لا يخدمنا، لا يخدم الشعب الجزائري، لا يخدم الجزائر. ألا تحبون الجزائر يا قوم؟ طيب ماذا عنكم أنتم أستاذ حملاوي؟ أضطر لإعادة السؤال ولكن بطريقة أخرى، ماذا عنكم كجزء لا يتجزأ من هذه الأحزاب؟ هل هنالك بوادر تحالف؟ هل من أسماء جديدة تثرون بها الساحة السياسية تنوون ترشيحها للجزائر، جزائر المستقبل؟ وأنت تعرف أن بعض الأسماء سربت، عبد العزيز بن خادم، أحمد بن بيتور، علي بن فليس، عمار غول، عبد الرزاق مقري من حمص، أحمد أويحيى اسمه كمان مطروح كذلك في الساحة السياسية. ماذا عنكم أنتم؟ هل هنالك أسماء تطرحونها؟ هل من برامج؟ هل من أفكار؟ كما ترى الأخ أكمان، كما ترى الذين رشحوا أو ليس هناك غيرهم ناس كانوا في السلطة، ويمكن أن نقول بأن هؤلاء لا يمكن أن تكون لهم المفتية للذهب للشعب مباشرة، بل هم ينتظرون هواتف كما قلت. أما نحن في حفل الفعل الوطني الذي نحلم به، على كل حال نحلم لأننا لا نستطيع أن نقول بأننا في وضعية نفرض واقعا. نحن نريد أن يلتقي الإسلاميين وأن يلتقوا مع الوطنيين وأن يضعوا أيديهم في أيدي بعض ويخلصوا إلى نتائج التي يدعو لها الأخ يعني ضيوفك كما الأخ علي دراع والأخ أنور. على كل حال فإذا نحن لو يكون هناك حوار بين النخب وحوار بين النخب والشعب، حوار بين النخب والشعب وهذه السلطة المتعجرفة، ولكن للأسف الشديد هذا غير موجود. فنحن نقول لك بأننا نحلم للجزائر يعني خير ما يجب أن نحلم به، ولكن نخاف من أن السلطة ما زالت تريد أن تحكم رأيها ورأيها فقط، فيتحول هذا الحلم إلى كابوس. الحلم الذي لا يتحقق دائما يتحول إلى كابوس. نحب نفهم كل الأطراف الجزائر مع بوتفليقة نتاعها وعلى المنتفعين من نظامهم أن يفيقوا من أحلامهم هكذا. ولذلك هؤلاء المدعون المعرفة بدقائق مرض الرئيس المتملقين ومنتفعين والمنتظرين أن يرث الرئيس بعد نهايته، هؤلاء يعرفوا باللي ما عادش الإرث هذا مقبول أو التفكير فيه أو أنه يخدم البلاد. حملاوي عكوشي رئيس مجلس الشورى حركة الإصلاح الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. أعود لك دكتور أنور، لماذا الإصرار على الأسماء نفسها؟ وهذه الأسماء تكرر ذكرها كثيرا في السنوات الأخيرة، هل عقرت الجزائر حتى تلد دوما نفس الأسماء؟ يعني ليس هنالك أسماء أخرى للشعب الجزائري؟ أنت تعرف ما هذه الأسماء التي سربت، هذه الأسماء التي سربت أخيرا لربما ترشيحها في الانتخابات المقبلة؟ مع كل احترامي لشعبنا، ربما قد عقر النظام الجزائري، لم يعد عنده أوراق أخرى. الناس الكل تفطنت وبدأت تشعر ربما بخيبة أمل، بأنه شوف لا يمكن أنك تكذب على شعب طيلة الحياة. النظام هذا فشل في بناء دولة، ناهيك عن بناء دولة أول نوفمبر التي ضحى عليها العديد من أبائنا وأجدادنا. فإذا القضية ليس لا، الشعب موجود كما قلت لك، فيه قوى وطنية فعالة داخل المجتمع، وهذا الذي ينبغي أن هؤلاء أنهم
يتجاوزوا ويخرجوا من خنادقهم من الحزبية والأيديولوجية وكذا، ونعمل معا. وهذا يتطلب منا نوع من هدنة سياسية إن صح التعبير. ولذلك نحن ندعو لهذا العمل من أجل الذهاب معا إلى القيادة الفعلية في البلد، حتى نحضر معا مرحلة انتقالية حقيقية لتسمح لنا للتعارف فيما بيننا كجزائريين من مختلف التيارات، ولإقناع المؤسسة العسكرية والمخابراتية أن مستقبل الجزائر يكمن في استعادة السيادة للشعب الجزائري. وهذا ليست عبارات بوبوليست يعني، وإنما هذا واقع. شفنا الفساد وين وصل، شفنا يعني اختلاس الأموال وين وصل، شفنا حتى يعني الاستثمار في الجزائر أين هو. الناس تخاف تستثمر. شوف حتى قضية التربية يا جماعة، المنظومة التربوية والتعليمية راهي كارثة. شوف حتى الآن مع الأسف الشديد، وخليني أقول وأتحمل مسؤولية ما أقول، حتى أحدهم يتبجح بأنه لم يكمل دراسته والتحق بالجهاد. هذه كارثة، هذه كارثة يا أخي. التعليم هو أساس، التعليم هو أساس الأمم. ونحن في حركتنا في الستينات والسبعينات التي انتمي إليها، كان من الحركة، أحد الحركات الإسلامية، حتى لا يفهم إخواننا من التيارات الأخرى بأن هكذا كل الحركة الإسلامية، لا بالعكس، نحن من المقاييس الأساسية للالتحاق بالحركة الإسلامية هو التفوق في الدراسة. إذن يا أخي شوف، هذا الجو، هذا اللي خلقوه جو، هذا اللي أفسد البلد، أفسد يعني وجعل البلد في خطر، أمننا القومي في خطر، وجود الجزائر في خطر، ناهيك عن وجود الاتحاد المغاربي والمنطقة نتاعنا ككل. نعم يعني الدكتور أنور نصر الدين هدام، رئيس حركة الحرية والعدالة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أمريكا. مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب، بل أرحب بانضمام الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد، الأستاذ الجامعي والمحلل والناشط السياسي المعروف. أستاذ أحمد بن محمد، بعد الترحيب بك، هل حان وقت الحديث عن الشرعية الشعبية وإعادة وعودة العودة للحديث عن الشرعية الشعبية، طالما خف الحديث عن الشرعية الثورية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. في حقيقة الأمر، النظام، الجناح الأقوى في النظام، كان يعد السلاح السياسي المؤسساتي النفسي الإعلامي من أجل منع العهدة الرابعة، فإذا به يفاجأ بالمرض في المرادية، وبالتالي أصبح النظام في حالة تشبه الحيرة. ولكنه بدأ قبل اليوم الإعداد لما بعد بوتفليقة. نعم. وما شاهده الناس وما سمعه هذه الأيام الأخيرة عبر جهة مخابراتية سابقة لها لبوس إعلامي، راحت تقدم يا للغرابة ثلاثة سيناريوهات، وكأن الشخص مع احترامي له إنسان أصبح ان ديمارشور يبيع السيناريوهات وكأنها بالونات اختبار. مرة يقول لنا لابد من مجلس انتقالي يقوده رئيس أسبق، مرة يقول لنا لا، لابد من قيام توفيق بدور أندروبوف الذي قام حسب قوله ببيرسترويكا وغلاسنوست، مع أن غورباتشوف هو الذي قام بغلاسنوست وأكمل بيرسترويكا. ومرة يقول لنا إن هناك وجوه يبدو أنها مقبولة شعبيا، ويأتينا برؤساء وزراء أسبقين. لا نرى في كل واحد منهم سوى أنه جزائري يحق له الترشح، ولكن كثيرا منهم عرفوا لا شعوريا بأنهم يقومون بما يمكن أن نسميه لطشطط بوليتيك. وفي الغريب أن في هذه السيناريوهات الثلاثة التي حاول جهة بيعها للرأي العام،
ينفى الإسلاميون المعارضون وهو يعلم كما يعلم النظام كما يعلم أولاند كما يعلم الناتو أن الأغلبية الأكثرية في الشارع خضراء مع المشروع الإسلامي. الإسلاميون الآن في الشارع والشعب من ورائهم كأني بهم يقولون وهم يرددون نداء سيدنا عثمان عليه الرضوان عليها نحيا وعليها يكون الموت، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها يكون الفوت عليها يكون الصوت عليها الفوت avec un v من الفوت. إذن التأثير بلاسيبو كما يقولوا أهل الطب بدأ ينتشر هنا وهناك، وكأن البيت الجزائري يراد تغييب أهل الدار منه، ألا وهم أصحاب الأصالة أصحاب الرحابة في الرأي أصحاب الحرية أصحاب السلم أصحاب الأخوة أصحاب الوفاء لنوفمبر أصحاب وضع اليد على كل ما يدركه السياسة في شرق وفي غرب. مع الأسف الشديد أجد أن السلطة أمام أربعة خيارات تحبذ اثنين منها وتبغض فيما يبدو اثنين منها. هناك الخيار الأول مرحلة انتقالية حقيقية توافقية مع المعارضة الحقيقية، وهناك الخيار الثاني وهو أقل تفضيلا لدينا إجراء رئاسيات حقيقية تنبلج منها تلك الشرعية الشعبية التي يكون فيها الرئيس رئيسا ويكون فيها الجنرال مجرد جنرال. وهناك الخيار الثالث مرحلة انتقالية مفروضة مرفوضة. وهناك أخيرا الخيار الرابع رئاسيات مزورة كما ألف النظام الإشراف عليها. فهل يقدم أصحاب القرار على موقف شجاع، أقول على موقف شجاع يحبون عبر هذا الموقف عفوا شعبهم حبا حقيقيا، لأن يتركوه هذه المرة يختار في الدور الأول في الدور الثاني، على أن لا يجري الدور الأول في باريس أو في واشنطن وأن لا يجري الدور الثاني في دكتور أحمد أوساط. يا دكتور أحمد يفهم من كلامك بأنه الحديث عن مرشحكم في المرحلة المقبلة هو من السابق لأوانه، لكن فقط ربما الشارع الجزائري يريد أن يعرف ما إذا أنتم ستدخلون هذه الانتخابات أنتم أيضا أم أنكم ستقاطعون مثل ما قطعتم الاستحقاقات الوطنية السابقة. أخي الكريم، الإسلاميون يعرفون جيدا أن سياسة الفراغ السياسي لا تجدي. نعم. وقد حاول بعضنا أن يقوم بالمشاركة التي تمنع التصوير عبر ما سمي عام 95 بالممانعة، ولكن اليوم لابد وأن يكون قرار الإخوة محبي المشروع الإسلامي قرارا جماعيا قرارا توافقيا فيه الشورى فيه ترجيح للإيجابيات مع تفادي السلبيات. نحن لسنا غرباء عن هذه الديار كإخوة في المشروع الإسلامي، وإذا قام النظام بتسهيل مرحلة انتقالية أقولها بثمن الآن عندما تكون حقيقية سيقبل بها الإسلاميون وسيقبل بها الذين يخالفونهم من أصحاب الرأي الرحب من أصحاب القلوب السمحة من الجهة التي الأخرى التي فيها من يسمون أنفسهم الديمقراطيين أو اللائكيين. نحن نعرف أن أشخاصا ليسوا إسلاميين ولكنهم يقبلون بالصندوق يقبلون بنتيجته، لأنهم يعرفون أن الإسلاميين وإن كانوا
غير وإن لم يكونوا كما يصفون أنفسهم أحيانا فإنهم ليسوا أيضا كما يصفهم خصومهم وأعداؤهم في الغرب. إن الإسلاميين هم الذين يتفقون مع غيرهم ممن لا يشاركهم قراءة الإسلام، خاصة عندما يقرؤون الإسلام تلك القراءة السياسية التي فيها خير العباد في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. الدكتور أحمد بن محمد الأستاذ الجامعي والناشط والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر، أعذرني فقط لضيق الوقت، وأتمنى أن يستمع الجميع لمثل هذه الأفكار والاقتراحات التي كنت تتحدث عنها. الشكر موصول مشاهدينا الكرام لحملاوي أكوشي رئيس مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني، علي ذراع المحلل السياسي والمستشار الإعلامي، ثم أنور هدام رئيس حركة الحرية والعدالة كان معنا من أمريكا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة، دمتم في خير وإلى اللقاء.